السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. اكدت رحلة الخضر من العاصمة الى هيراري مرة اخرى عالمية الدولي الجزائري رياض محرز وامتلاكه لمحبين في جميع بقاع القارة السمراء. وظهرت نجومية اليسار خلال توقف طائرة المنتخب في الاراضي الكاميرونية من اجل التزود بالوقود ومواصلة سفرها الى زيمبابوي. ولقد هاجم العمال الكاميرونيين رياض محرز وتسابقوا اتجاه نجم مانشستر سيتي دون غيره من محاربي الصحراء، وتداولوا على التقاط صور تذكارية معه، ولبى الساحر وبكل تواضع جميع الطلبات، مؤكدا من جديد تواضعه الكبير، وهو ما يفسر الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها في كل مكان. كما قد كشفت رحلة الخضر من الجزائر إلى زيمبابوي عن العلاقة الأخوية بين محاربي الصحراء وغياب صور التكتلات التي كانت تظهر سابقا. وفضل الكثير من الأفناك لاعب لعبة الشكشيكا، حيث ظهر بن ناصر رفقة آدم والناس وابن عيادة وحليمية في لقطة رائعة. وأكدت هذه الصورة بأن عهد تواجد المغتربين لوحدهم بعيدا عن خريجي المدرسة المحلية أصبح من الماضي في عهد المدرب جمال بالماضي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.